هما عمرو والده ظلموه والله العظيم، يعني مش مستاهله الموضوع ده كله، واوفر الموضوع اوفر قوي، ويعني حرام حرام والله العظيم. هو الموضوع يعني كان يكتم عليه شويه او مش زي اللي حصل كده، الولد اتفضح حرام والله يعني. لا لا كتير كتير اللي عليه حصل، والمفروض يعني بعد البطوله نشوف الموضوع ده، بس ان شاء الله ربنا يوفقك في اللي جاي يعني، وما يهمكش اللي حصل، وكده كده لسه هو الولد صغير يعني، ربنا يوفقه والله. شايف موضوع عمرو ورده يعني واخد حجم اكبر من حجمه، تمام. ممكن اعتقد ان كان ممكن يتحل بطريقه احسن من كده، من استبعاده. اوكي، كان ممكن ياخد مثلا اي حاجه تأديبية، بس يعني موضوع استبعاده مش في صالح المنتخب ولا في صالح اللاعب نفسه، تمام. ان كان ممكن يخسر اللاعب نفسه، بس انا يعني شايفه انه اي حاجه زي دي المفروض يعني اتمنى يكون المنتخب عمل القرار الصح ان هو يستبعده من البطوله، لان دي حاجه كبيره يعني، ويكون فعلا حققوا في الموضوع واكتشفوا ان هو كان يستاهل انه يحصل ده او ما يحصلش ده يعني. واتمنى انه عامه يبقى ده حاجه يعني زي يعني الحكايه دي كلنا استفدنا منها يعني، عرفنا ان الموضوع ممكن يعمل ازمه قد ايه، وان التحرش حاجه ما حدش فينا هيقبلها في مصر، وخاصه ان هي تيجي من حد كبير كلنا بنبص له كقدوه وكده. فاتمنى يعني انه يبقى الموضوع يطلع بنتيجه كويسه، ما يبقاش بس حصل كده وكلنا ننسى اللي حصل يعني.